أهم مبادئ النجاح لنابليون هيل من كتاب فكر تصبح غنيا. السر وراء كتاب فكر تصبح غنيا هو أنه يحول الأفكار التي بداخلك إلى ثروات حقيقية حتى تصبح أي عقبة أمامك في الواقع سهلة ولا قيمة لها بالمقارنة بالطاقة الهائلة التي بداخلك. وبعبارة أخرى، من خلال التحكم في عقلك يمكنك التحكم في مصيرك، ويمكنك أن تبدأ هذه العملية المذهلة اليوم من خلال استيعاب وتطبيق مبادئ النجاح لنابليون هيل. المبدأ الأول هو الرغبة. الرغبة هي نقطة البداية لجميع الإنجازات، ولكن هناك الكثير ممن يقول أنا أعرف ما أشتهي ولكن لا أستطيع الحصول عليه. وأفضل إجابة لهذا السؤال بواسطة إميرسون: لن يكون لكم الرغبة إلا إذا كانت عندك القدرة على تحقيق ما ترغب فيه. الرغبة الشديدة هي صورة دقيقة عن ما سوف تصبح عليه في يوم من الأيام، وترسيخ هذه الصورة في ذهنك تلك التي تريدها أكثر من أي شيء آخر. وعليك أن تتذكر، رجل دون رغبة في داخله ليس لديه أي دافع للعمل. المبدأ الثاني هو الإيمان. الإيمان هو حالة ذهنية تنشأ عن طريق تعليمات متكررة إلى عقلك الباطن، عن طريق استدعاء صورة ذهنية لنفسك بعد أن أنجزت الرغبة الرئيسية الخاصة بك. الإيمان تحتاج إليه دوماً إذا أردت الإنجاز. الإيمان هو أمر حيوي للإنجاز. المبدأ الثالث، الأفكار الإيجابية. الأفكار المتكررة سيدعها عقلك الباطن كصورة ذهنية يعمل عليها حتى يصل لها. لذا عليك العمل على تركيز عقلك على رغبتك حتى يقبلها عقلك الباطن على أنها حقيقة، ويبدأ في ابتكار السبل اللازمة لتحقيقها. للوصول إلى قوة العقل الباطن، عليك الجلوس في مكان هادئ، ربما في السرير في الليل. تغمض عينيك وقرر بصوت عالي حتى تسمع نفسك ما تقول. قرر على نفسك ما تريد أن تصبح عليه، وما هو هدفك الذي تسعى إليه. المبدأ الرابع هو المعرفة المتخصصة. المعرفة هي القوة التي تدفعك نحو خطة محددة للعمل وتوجهك إلى نهاية محددة. يتطلب وصولك إلى هدفك أن تتمكن من المعرفة المتخصصة التامة بهذا الهدف حتى ترسم الخطة المناسبة. عليك أن تدرك أنك يجب أن تعلم كل ما يمكنك حول تخصصك. تخصيص وقت محدد كل يوم لتعلم المزيد مما يجب عليك فعله، وتتعرف على إناس يمدونك بالمعرفة حول تخصصك، وتبحث عن كتب ومقررات تفيدك في هذا المجال. المبدأ الخامس هو الخيال. حينما يستطيع عقلك تصور صورة أو فكرة ما، فإنه قادر على تحقيقها، لكن طبعا في حدود المعقول. أصبح القادة العظماء من رجال الأعمال والصناعة والمالية والفنانين الكبار والموسيقيين والشعراء لأنهم وضعوا قوة الدافع الذاتي. المبدأ السادس هو القرار. تم البحث في سيرة عدة مئات من الأشخاص الذين قد تراكمت ثرواتهم وتجاوزت حاجز المليون دولار، وتبين أن كل منهم كان من عاداته التوصل إلى قرارات على وجه السرعة وتغيير هذه القرارات ببطء. عليك أن تدرس قراراتك بعناية قبل أن تتخذها، ويمكنك أن تستشير من يفيدوك في اتخاذ القرار. المبدأ السابع هو الإصرار والاستمرار. الإصرار هو ببساطة قوة الإرادة. قوة الإرادة والرغبة عند دمجهما بشكل صحيح يكونان هذا الإصرار على تحقيق الهدف. الإصرار هو الفرق بين النجاح والفشل. إذا كنت تسعى لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك، يجب أن تشكل هذه العادة من المثابرة.
الأمور تكون صعبة حتى تعتادها، وهذا هو المعنى الحقيقي للإصرار. مع الاستمرار والإصرار سيأتي النجاح. المبدأ الثامن هو الدعم. من أهم الأشياء العظيمة التي كانت وراء كل قائد عظيم هو وجود قوى الحب الداعمة من أحد الزوجين عندما تتعقد الأمور، ويمكنك الاعتماد على ذلك. سوف تكون على استعداد للبدء من جديد إذا لزم الأمر مع وجود هذا الدعم، وسوف تعطيك الحماس الجديد الذي يأتي من خلال الإيمان فيك. يمكن لأي شخص أن يصبح ناجح دون الزوج والزوجة، ولكن الكثير من الفرح الحقيقي يتم فقدانه مع عدم وجودهم. المبدأ التاسع هو العقل الباطن. لا أحد يعرف الكثير عن ما نسميه العقل الباطن، لكننا نعرف أنه يملك قوى لا يمكن حسابها، ويمكن أن تحل مشاكلنا إذا سرنا في استخدامها بالطريقة الصحيحة. إن أفضل طريقة هي أن تصور في عقلك الواعي بقدر الإمكان صورة واضحة عن نفسك بالفعل بعد أن تنجز أهدافك، ومن ثم إظهار هذه الصورة على الشاشة السينمائية من عقلك، وسوف يبدأ العقل اللاواعي الخاص بك ليقودك نحو أهدافك. أما المبدأ العاشر هو التخطيط المنظم. كل ما سبق أن ذكرناه لا يدخلك في حيز العمل الفعلي، فقط التخطيط المنظم هو الذي يجعلك تبدأ أولى الخطوات الحقيقية باتجاه النجاح وتحقيق الهدف الذي تريده. عليك أن تضع خطة محكمة ومميزة وتحسب فيها كل خطوة في طريق نجاحك، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي قد تواجهك وكيف تتخطاها. المبدأ الحادي عشر هو قوة الدماغ. الدماغ به قوة كبيرة قد لا تستطيع تصورها. ذلك الدماغ هو الذي أعطانا الكمبيوتر والطائرة الأسرع من الصوت والصواريخ في عمق الفضاء الخارجي والعلوم والفنون. الدماغ يولد كل ما نعرفه اليوم وغدا. الدماغ يمكن أن تجلب لك كل ما تريد هنا على الأرض. عليك فقط الاعتراف بقوتها وإعطائها وظيفة في عملية الإنجاز، وشاهد ما ستفعله. المبدأ الثاني عشر قوة العقل المدبر. العقل المدبر هو ذلك العقل الذي يعطيك حلولاً للمشكلات التي تواجهك دائماً، وهو عقل داخلي كالعقل الواعي والعقل اللاواعي. وعليك أن تعزز قوة العقل المدبر بالاختلاط بإناس صالحون ويتمتعون بعقلية ناضجة ليعطوك مزيداً من الدعم الداخلي والخارجي بالمعلومات المفيدة والحلول التي لا تخطر لك على بال. أما المبدأ الثالث عشر والأخير هو الحاسة السادسة. هي نوع من الشعور الداخلي والحدس، ولا يمكن تحقيقها إلا بعد تحقيق المبادئ الاثنى عشر السابقة، فهي تعتبر نتيجة لهم. فلا يمكن وصف الحاسة السادسة للشخص الذي لا يتقن المبادئ الأخرى من هذه الفلسفة، لأن مثل هذا الشخص لا يوجد لديه المعرفة والخبرة لتكون بمثابة نقطة مرجعية. الحاسة السادسة قوة كبيرة، والقدرة على استخدام هذه القوة الكبيرة تأتي ببطء من خلال تطبيق المبادئ التي تحدثنا عنها هنا. Thank you.